بابا مع عبد الله العامري. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبابة. حكون معكم أنا عبد الله العامري من الآن إلى الساعة 2 ظهرا، وتقدروا تسمعوني على مختلف ترددات الإذاعة في المملكة أو عن طريق تحميل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور وجوجل بلاي. موضوع حلقتنا لليوم اضطرابات القولون ومتلازمة القولون العصبي، وبما أنها طبعا تعد أحد مشاكل هذا العصر ويكثر الأشخاص اللي يعانون منها ومن أعراضها، لكن ممكن ما يعرفون أنهم يشتكون من القولون. فإن شاء الله حنوضح في حلقة اليوم وش هي هذه الأعراض والتشخيص والتأثيرات والعلاجات المتاحة والفروقات بينها. وطبعا نستقبل آراءكم وأسئلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01. وضيف حلقتنا لليوم دكتور أحمد أبكر محمد صالح، طبيب عام. حياك الله دكتور أحمد. حياك الله حبيب عبد الله، وأحب أرحب بالمستمعين وأشكر إذاعة ألف ألف إف إم على الاستضافة، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليهم بإذن الله. طبعا دكتور أحمد، يعني بداية ودنا يعني تعودنا في كل حلقاتنا أنه في البداية نشرح ما هو أو ما هي وظيفة هذا الجهاز، فبداية ما هو القولون وما هي وظيفته؟ طيب، بالنسبة للقولون هو عبارة عن جزء من الأمعاء الغليظة، ويوجد في آخر الجهاز الهضمي. وظيفته عبارة عن امتصاص باقي الماء والسوائل والأملاح، والقيام بعملية إخراج الفضلات خارج الجسم. نعم، فيكون يعني هو زي ما ذكرت وإحنا كنا ندردش قبل الحلقة، يعني له ارتباط وثيق في الجهاز الهضمي، ويعتبر تقريبا هو آخر مرحلة من المراحل. طبعا نعم، المهم آخر مرحلة مراحل الجهاز الهضمي، صح. نعم، لكن الآن في الحديث عن حلقتنا بالذات والتركيز عن هذا الاضطراب، فوش الأعراض المصاحبة لاضطراب القولون ومتلازمة القولون العصبي؟ طبعا احنا الآن عندنا شقين، صح. فنبدأ في اضطرابات القولون، وش الأعراض المصاحبة لاضطراب القولون؟ عموما هو اضطرابات القولون عموما أكثر شيء يكون فيه تقلص في الأمعاء في البطن نفسها، وألم وانتفاخات، وأحيانا بيصاحب لها أكرمك الله إمساك أو إسهال بالنسبة للشخص المصاب بالاضطرابات القولون. بيصاحب برضو سوء للهضم فقط، أما بالنسبة للمتلازمة القولون العصبي نفس التعريف، بس يصاحبها اللي هو الحالة النفسية للمريض نفسه المصاب، تزيد من هذه الأعراض اللي هو بالنسبة للتقلصات وانتفاخات البطن، وأحيانا الإمساك وأحيانا الإسهال. فيعني في اللي هو الاضطراب القولون يعني ممكن يكون زي ما نقول عابر، صحيح. والمتلازمة ممكن تكون تلازم الشخص لي مزمنة معه، تكون أكثر شيء مزمنة معه، صحيح. لكن يعني بشكل عام وش الآثار أو العوامل اللي تخلي الشخص يعاني من هذا الاضطراب أو هذه المتلازمة؟ هنتكلم على أسباب أو العوامل المسببة لهذه المتلازمة. أول شيء عندنا مشاكل اللي هو بالنسبة للجهاز الهضمي، سوء هضم. ثانيا نوع من أنواع البكتيريا أو الإصابة بالعدوى في أكل معين. بعض الناس يعانون برضو من حساسية الطعام، والشيء هذا بيكون عامل وراثي. برضو العامل النفسية هنا تلعب دور كبير بالنسبة للقولون، وهذا حنتطرق له بعدين، لأنه معظم أو 70% من اضطرابات القولون أو متلازمة القولون العصبي أسبابها تكون نفسي. هذه مجمل الأسباب اللي ممكن تسبب اللي هو اضطرابات القولون عموما ومتلازمة القولون العصبي. نعم، لكن من ضمن العوامل اللي زي ما نقول ممكن هو في عوامل داخلية في داخل جسمك، يعني من تغيرات وإلى آخر، صحيح. وفي العوامل الخارجية المكتسبة سواء كانت من عادات وغيرها، فوش هذه العوامل الخارجية اللي تأثر على قولوننا بشكل عام؟ طبعا نتكلم على إذا كان من أكل أو معين، طبعا عدم أخذ القدر الكافي من الماء. نظام الأكل يكون نظام غير صحي، بمعنى ما يحتوي على الألياف أو على أشياء تساعد الهضم، بالإضافة إلى التدخين، بالإضافة إلى المنبهات أو الوجبات السريعة. لكن في الحديث عن المنبهات، يعني المنبهات بشكل عام ولا في فترات معينة، مثل يعني شربها على معدة فارغة أو؟ أيوة نتكلم على أنه نقول يعني القهوة أو النسكافة أو شيء تعطى على بطن فاضية، لا، يكون بجنبها في أكل يساعد على الهضم يعني. لكن نقوم على طول على قهوة أو نسكافة حيكون مؤثر بالنسبة للقولون ويثير القولون برضو. لكن شربها بالطريقة الصحيحة اللي هو طبعا مع وجبات، فعلا هذه لا تؤثر ولا أي شيء، ولا تزيد من احتمالية الإصابة. أبدا، ما في أي احتمالية لها. لكن الآن كيف نفرق ما بين الاضطراب والمتلازمة؟
شوف المتلازمة أنت قلت هي عبارة عن شيء مزمن وحيستمر معك فترة طويلة، بس في عوامل تقدر تسيطر عليها. أما الاضطراب كل الناس يعاني منه، اضطراب في الأكل، اضطراب في الحياة نفسها، توتر وقلق، سوء هضم، بمعنى إنه المعدة عندك ما أعطيتها شيء يساعد على الهضم، بمعنى قدر كافي من الماء أو المكملات الغذائية من ألياف، فهذه هي. لكن الشيء المتلازمة، المتلازمة شيء يلازمك موجود معك يمكن فترة طويلة ويتماشى معك. طيب أنا وش الأعراض إذا بنتكلم على الأشخاص العاديين ما توجه للمستشفى باقي، لكن أنا كيف يعني أقيس على نفسي وأنا ملاحظ على نفسي يعني إن الأعراض اللي تظهر علي اللي أقول الآن أنا أعاني من مثلا اضطراب، فوش هي هذه الأعراض؟ الآن إحنا بالنسبة لنا إذا كان المريض متى يعني يذهب إلى رؤية الطبيب؟ إذا كان يعاني من نقص الوزن شديد في فترة زمنية قصيرة، إذا كان يعاني من إسهال دموي أو تبرز دموي، هاي طبعا أعراض لازم المريض يتجه للدكتور على طول يعني مباشرة. عموما إذا كان المريض يعاني برضو من انتفاخات وغازات وتقلصات في البطن، ممكن نذهب لاستشارة المريض فقط، هل أنا أعاني من اضطرابات قولون عادية أو اضطرابات متلازمة للقولون العصبي؟ بس قبل لا أروح يعني إذا شفتها تكررت، لأن زي ما تعرف إن في أشياء تكون في الجسم تكون عابرة، صحيح، سواء كانت صحيح مثلا في العين ما هو موضوعنا، لكن إن جفن بسيط، رشفة بسيطة وغيرها، لكن في القولون إذا استمرت كم نقول يعني؟ ما في يعني، أنت تتكلم على يعني أسبوع إلى شهر في الوقت هذا، إذا كانت مستمرة معك ومتكررة لا تذهب للاستشارة المريض الدكتور الجهاز الهضمي أفضل يعني. لكن هي الآلام أو الاضطرابات هذه تكون طبعا في أسفل البطن. أسفل البطن صحيح. نعم. لا يعني أنت تتكلم برضو عند القولون عندك ممتد البطن كامل، كامل البطن يعني أفضل شيء تركز في الأسفل، بس برضو في الجزء العلوي. فإذا كان متكررة في أكثر من شهر أو يعني أقل أو أكثر من شهر، فيفضل الذهاب لزيارة الدكتور لاستشارة. فالآن زي ما تعرف أن الجهاز أو البطن بشكل عام ممكن يكون فيه آلام، ممكن تكون من العضلات، ممكن يكون من نفس المعدة، ممكن يكون من فم المعدة، لكن أنا كيف أقدر أفرق ما بين هذا الألم وأعراض القولون؟ الحركة القولون حركة دقيقة ومرتبة، فأي اختلال في هذه الحركة ينتج عنها لو قلنا عبارة عن تقلصات للمعدة أو الأمعاء، ينتج عنها زيادة انتفاخات البطن، ينتج عنها أحيانا اللي هو كثرة التبرز الله يكرمك الله بالنسبة للإسهال أو إمساك. فإذا هذه الأسباب أتكررت معك وموجودة، فنتكلم هنا على خلل ممكن يكون في عضلة القولون نفسها، أو ممكن يكون في الجهاز العصبي اللي هو يكون على توافق مع الأمعاء من حيث حركة الأمعاء نفسها. فكلا الحالتين هنا يختلف السبب، فذهابك إلى الدكتور أو الأخصائي لمعرفة السبب الأساسي لهذه الحالة معك. نعم، لكن الآن من هم الأشخاص أو الفئات المعرضة لهذا المرض بكثرة؟ شوف إن كسبب معين للقولون أو اضطرابات المتلازمة للقولون العصبي لا يوجد سبب لحد الآن، بس أكثر شيء الناس اللي عندهم اختلال في نمط الحياة، الناس اللي عندهم اختلال في الأكل أو طبيعة الأكل نفسها، الناس المدخنين، السهر برضو يلعب دور، قلة شرب السوائل بالذات الماء، هذه أكثر أسباب اللي تكون عرضة للناس اللي يعانوا من القولون. نعم، لكن يعني بشكل عام زي ما ذكرت أن العامل النفسي هو يعد أحد العوامل، صح هو بشكل صح عام يعني حتى كان سواء في القولون أو غيرها، فكيف يكون تأثير العامل النفسي على يعني حدة القولون وانخفاض هذا العرض؟ الآن نتكلم على متلازمة القولون العصبي، طبعا 70% أو أكثر يعني يعتبر اللي هو العامل النفسي له دور، بمعنى إحساس المريض بالانتفاخات، إحساس المريض بألم أو عدم قدرة على التنفس، ضيق النفس يعني أو الخفقان، هذا يؤثر نفسيا على المريض، بمعنى أنه يعاني من شيء مزمن أو في شيء يحتاج أنه يعرف سببه، فهنا نوجهه إلى الدكتور أخصائي الجهاز الهضمي على أساس أنه يبين له أن هذه عبارة عن اضطرابات قولون وأنه كيفية التعامل معها، بمعنى تغيير نمط الحياة هذا أساسي يعني عامل أساسي، بمعنى نوم كافي، نوع أكل معين الدكتور ممكن يمشي له عليه، ويخف من حدة التوتر والقلق، هذه أساسي لازم.
لكن أنا أستاذنك وأستاذن السادة المستمعين نطلع فاصل بسيط، ولا زال في ضيافتنا مستمعين الكرام دكتور أحمد أبكر محمد صالح طبيب عام، ولا زلنا أيضا نستقبل آراءكم وأسئلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01. فاصل وراجعين. طبابة مع عبد الله العامري. حياكم الله مستمعينا الكرام، وعودة مجددا في عنوان حلقتنا لليوم اللي هو اضطرابات القولون ومتلازمة القولون العصبي، ولازلنا أيضا نستقبل آراءكم وأسئلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01. ولازال في ضيافتنا أيضا دكتور أحمد أبكر محمد صالح طبيب عام. حياك الله دكتور أحمد. حياك الله عبد الله. طبعا إحنا في الجزئية اللي قبل بشكل عام طرقنا للقولون وما هو القولون والتعريف باضطرابات القولون والفرق بينه وبين متلازمة القولون، لكن الآن ودنا نتكلم عن العوامل حساسية الطعام ودورها في تسريع الإصابة في اضطراب القولون. بنتكلم على من أهم الأسباب برضو أنه الوراثة. وجد أن بعض المرضى المصابين بمتلازمة القولون أو اضطرابات القولون يعانوا من حساسية الطعام، مثلا حساسية القمح. فعند دراستنا للتاريخ العائلي أو التاريخ المرضي وسؤال المريض عن أهله اللي هو الدرجة الأولى الأب والأم والأخوان، ممكن يعانوا من نفس المتلازمة اللي هو حساسية القمح. فهنا خلاص عرفنا السبب، يصير هو يتجه إلى الأغذية أو الأطعمة الخالية من القمح أو من المسبب الرئيسي لاضطرابات القولون. والدولة حفظ الله يعني في كثير من الأشياء هذه ومتوفرة في جميع الأماكن الخالية من الأشياء اللي تسبب حساسية الطعام. نعم. فهنا عند معرفتنا للسبب خلاص يصير نبتعد عن السبب اللي هو بالنسبة للأكل اللي يحتوي على المادة المعينة هذه اللي تسوي له اضطرابات في القولون، والأمور تمشي معها تمام، ما في مشكلة. نعم، لكن في النظر إلى إذا نتكلم من الناحية العائلية، هم القرابة طبعاً الدرجة الأولى أكثر حاجة، الأب والأم والأخوان. يعني ممكن يكون لو تعمقنا، يعني بعض الدكاترة يفضل يتعمق شوية مع المريض حيث أنه يحلل تحليل كامل له، يشوف هل فعلاً عنده حساسية في العائلة من حاجة معينة من أكل معين، فخلاص نعرفنا السبب. ما دري عن السبب خلاص يبتعد عن المؤثر هذا، وإن شاء الله أمور تمشي معه تمام. يبتعد عن المؤثر اللي كان يعني مؤثر على أحد من الأفراد. أيوه. لأن في احتمال يكون عليه. يعني. أي يكون مصاب به. نعم يكون عنده مثلا، يقول لك أنا أبوي يعاني من نفس الحساسية القمح، وذكرها كذا للدكتور، فالدكتور هنا يتجه يسوي له التحاليل الخاصة بهذه الجزئية، وفعلا يكتشف إنه يعاني من حساسية هذه المادة، فيبتعد عنه. لكن في حال إذا هم ما كانوا عارفين إن الأهل يعانون، سواء كان الأب أو غيرهم يعانون من هذا النوع من الحساسية، هو كيف الدكتور يكتشف؟ ممكن الدكتور هنا عن الشاطر، الدكتور الشاطر إنه يحاول يسوي تحليل للمريض نفسه ولحد أفراد العائلة. يجيب أحد الأم والأب والأخوان، أي أحد منهم، أي واحد يكون منهم كافي. ممكن كافي يكون. بين الدكتور الشاطر يحلل يعني تحليل كامل، يعني يأخذ الحكاية من جوانبها كاملة. ممتاز. لكن طيب إذا بنتكلم بشكل عام، وش العوامل اللي تزيد من الإصابة في اضطراب القولون بشكل عام، سواء كانت مؤثرات خارجية أو داخلية أو نمط الحياة بشكل عام؟ هو إحنا أكثر شيء عبد الله هنتكلم على نمط الحياة، لأنه إحنا في الوضع الراهن قلما إنك تشوف أحد مهتم بأكل، مهتم برياضة، مهتم بحياته كاملة. فهنأخذ لايف ستايل اللي هو نتكلم على نوم كافي، يعني من 7 إلى 8 ساعات يوميا، نوعية أكل تكون مرتبة، بمعنى تحتوي على ألياف، تحتوي على سوائل، تحتوي على أشياء قليلة من ناحية الأشياء الحارة أو الدسوم الزائدة في الأكل. غير كده بعد الأكل أو بعد هذا نفضل أنك أنت تأكل وتنام أو عندك قيلولة بعد الأكل بساعتين أو ثلاثة، على سن يكون الأكل هضم. أنك تأكل وتنام بعد الأكل مباشرة يحصل سوء هضم على طول، وتحصل انتفاخات، تحصل غازات، بعضهم يقوم من النوم مكتوم مو قادر يتنفس. هذه هي وحصل هنا وقتها إنه الأكل أنت ما أعطيت فرصة لك ينهضم، نمت على طول. فنتكلم هنا يحصل إنه بعضهم يقوم عنده انتفاخات وعنده غازات ويقوم يستفرغ عزك الله، حكم إنه ما أدى الأكل فرصة كافية إنه ينهضم معه. فهنا نتكلم على طبيعة حياة زي ما قلنا، طبيعة أكل يخف شوية من حدة التوتر والقلق، وزي ما تكلمتك برضو قلت لك يعني لو يخلي ساعة من يوم إنه عبارة عن رياضة أو إكسرسايز أو شيء يسويه عشان يفرغ أي توتر أو قلق يعاني منه. نعم، لكن الآن يعني ممكن إذا
بحكم ما نشوف في وسائل التواصل يعني انتشار اللي هو تحديات الأكل الحار وغيرها من الأكلات، فكيف يكون تأثير الأكل الحار بالذات على القولون؟ شوف يا عبد الله، احنا نفرق من واحد للثاني، يعني انت السؤال ليه انا وفلان ما عندي؟ يا سلام، في ناس تاخذ يعني اشياء حاره بزياده. ايوه يعني في يقول لك هذا ياكل ما شاء الله تبارك الله كل شيء، وانا بس اكل بسيط يتعبني. طب هنا اختلاف تكوينك، اختلاف طبيعتك، اختلاف الانزيمات عندك في البطن، في المعدة أو في الأمعاء على سنة تهضم الأكل. فالتحديات هذه ما أقدر أقول عليها أنه يعني هي مو شطارة، لكن هي مو شطارة بس بعدين والله يعني نتائجها تبان بعدين. يعني اللي كان يأكل أو لا زال يأكل، يا سلام عليك، حتبان بعدين. يعني تكلم أنت المعدة تصبر عليك تأكل كل شيء، فجأة ضربت معك، فيصير النظام اللي هو الأثر التراكمي. أثر التراكمي لأنه سبحان الله المعدة لما تتملي في صمام يكفي يعني يكفي المعدة حس ما يحصل ارتجاع للأكل، اللي هو صمام اللي هو في المعدة نفسها. نعم. فأنت هنا لما يكون ارتخاء شوي في الصمام المريض يحس بارتجاع. طبعا هذه برضو اللي هو التخمة، الأكل الزايد والأكل الغير منظم، الأكل السبايسي، الأكل اللي ما في ألياف، ما في إحنا كنا عبد الله أكلنا كله عبارة عن رز، لحم، دجاج، وغازات بيبسي أو أيا كان، يعني غازات، يعني نتكلم على غازات. نعم. ما في عندنا سلطات، ما في عندنا إدامات، ما في عندنا شوربة مرق، أشياء طبيعية تساعدنا بالهضم، أكلنا كله عبارة عن أشياء صلبة. إيوه، ما في شيء يعني يساعدك على 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 الأكل، على الهضم قصدي، عملية الهضم. نعم. ما في، من زمان كله أكلنا رز، لحم، دجاج، وغازات، ما في أي شيء يساعدك على الهضم. لكن لو إحنا فكرنا شوية، ضفنا شوية سلطات، شوية إدامات تكون خالية من الزيوت، من الدسومة، شوية مرق أو شوربة أو شيء زي كذا، حلوة دي تساعد. يعني أنا برضو في مريض كان يجيني كان يعاني من القولون، دريت أقول لك أشرب الموية بينفجر القولون. شوف فصل المرحلة الموية. أوه. الموية تتعبه. يعني هذا لما يعني طبعا تحفيز ودخلت معاه وتكلمت معاه ونفسية، وإنه كان طبعا فعلا المحيط اللي حوالينه كان توتر نفسي مرة قوي. يعني أقولك وصل لمرحلة أشرب موية أحس إنه القولون بينفجر معايا. فأخذت يمكن معاه أسبوع زيارات، يعني زورني زي كذا وهذا. فبعد سنة قابلته بالصدفة عندنا في العيادة، بكلمه كيف يلا دكتور كلامك صح، كل عبارة عن ضغوطات نفسية، حليتها، فرغت نفسي، طلع كله وهم، كله ولا شيء. فهي ممكن أن أيوة تكون ضغوطات أيوة نفسية. أيوة أيوة أيوة، لكن ممكن تكون آثار أو عندك مشكلة في القولون. صحيح. إحنا يعني ما نستبعد العامل أنه يكون في عندك شيء موجود في القولون من أمراض أو توترات أو شيء. نعم. لازم الواحد يكتشفها وما يعني ما يغفل عنها. نعم. لكن إذا بنتكلم عن وش العلاجات المتاحة في القولون، هو كي يعني مثل ما ذكرت أنه الآن لم يشخص أو لم يعرف الأسباب. لم يعرف الأسباب، صحيح. فإذا ما عرفت الأسباب شوي بيكون طريقة العلاج ما هي واضحة أو ما هي تكون 100%. صحيح. لكن صحيح. وش المتاح الآن في هذا؟ مو شوف، إحنا عندنا حاليا يوجد علاج للأعراض. يعني أعراض الانتفاخات أو التقلصات موجود فيها مسكنات، أعراض عزك الله الإسهال أو الإمساك موجود لها أدوية. فنتكلم برضو هنا، نتكلم برضو حنخش في الشق اللي هو الشق التنظيم الأكل. لازم أكله قلنا يحتوي على ألياف، يحتوي على أشياء تساعد في الهضم، يحتوي على ماد على ماء وسوائل. يعني الماء عندك لما يكون عندك أنت جسمك 70% موية وما بتشرب موية، هنا تفاجئ إنه بعد المرضى يقول لك أنا الموية ما أشرب فيها. طب أنت كيف حتساعد الجهاز الهضمي إنك أنت تؤدي وظيفة الهضم؟ لازم السوائل تكون موجودة عندك بكمية كافية تساعد على هضم الطعام. نعم. فهنا نتكلم على أنت زي ما قلت ما في سبب رئيسي للمرض نفسه. طيب هنا حنعالج أعراض زي ما كلمتك، أعراض الانتفاخات، أعراض المغص والتقلصات موجودة لها مسكنات وموجودة لها أدوية. فأكثر شيء يساعدنا زي ما قلت لك اللي هو التركيز على الشق نمط الحياة والخف، ونخف من شوية من التوتر والقلق بالنسبة للمريض المصاب باضطرابة القولون أو متلازمة القولون العصبي. نعم. لكن نستأذنك وأستأذن المستمعين، ولا زال في ضيفتنا مستمعين الكرام دكتور أحمد أبكر محمد صالح طبيب عام، ولا زلنا أيضا نستقبل آراءكم وأسئلتكم على رقم الواتساب 0556689201. نطلع فاصل بسيط وراجع. طبابة مع عبد الله العامري.
حياكم الله مستمعينا الكرام وعودة مجددا في عنوان حلقتنا لليوم اضطرابات القولون ومتلازمة القولون العصبي. ولازلنا أيضا نستقبل أراكم وسيلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01 اللي إن شاء الله بإذن الله حنجاوب على جميع الأسئلة مع دكتور أحمد في نهاية أو في الجزئية الأخيرة من الحلقة. لكن لازال في ضيفتنا دكتور أحمد أبكر محمد صالح طبيب عام. حياك الله دكتور أحمد. حياك الله عبد الله. طبعا دكتور يعني الآن احنا اتطرقنا طبعا لأكثر من مرة للعامل النفسي، لكن بحكم يعني أهمية الصحة النفسية بشكل عام وغير أنها يعني تأثر على سواء اضطرابات القولون وغيرها، يعني كإنسان العامل النفسي بشكل عام يأثر على كل شيء، لكن في حلقتنا لليوم يعني كيف يكون تأثيره عليك وعلى اضطراب القولون والمجتمع بشكل عام المحيط حولك؟ شوف عبد الله، انت يمكن ذكرت نقطة، احنا نتكلم على لما يكون الواحد يعني التوتر والقلق ممكن يحصل انه على قولك انه داخل اختبار او داخل مقابله او شيء، فيحصل اضطراب عادي او مغص عادي، هذا عرضي حيكون، ما هو شيء مزمن يعني. هذه الاشياء اللي ما يلتفت لها. ما يلتفت لها يعني، لكن في اشياء لا يعني متكرره معايا بحكم اني حقارينا من حاجه انه يا انه طبيعه اكلي مختلفه او ان انا انسان عايش في توتر وضغوطات كبيره. مختلفه ولا اختلفت؟ اختلفت يعني يعني اكل، لا يعني اكل حنقول ما هو صحي يعني. زي مثل ما ذكرت يعني الاشخاص مثلا كان دوامهم صباح ايوه وانقلبت صح الدنيا صح معه. يعني عندك اختلف نوم الليل، يعني طبعا نوم الليل احسن من نوم النهار بمليون مره يعني، فهنا اختلاف الوقت او ساعه النوم او الساعه البيولوجيه للشخص نفسه تاثر عليه. فحتكلم لك قلت لك من ناحيه انه الجهاز الهضمي من شقين، شق الاكل والسوائل اللي محتاجها وتنظيمه لها، وشق اللي هو النفسي والتوتر والقلق اللي المر به أكثر الناس حاليا. فهنا الشيء راجع لتنظيم حياتك أنت، يعني أنت متى توصل لمرحلة أنك تحتاج أنك نقطة وتوقف تسأل نفسك أنا إلى متى أعاني من الأعراض دي أو حمشي في الأعراض هذه. ففي أشياء أسأل نفسي فيها لازم أرتبها، أنام كويس، يكون أكلي منظم، يكون في وقت لتفريغ الطاقة أو التوتر أو الشيء السلبي اللي بالنسبة له. أنا قلنا عليه عبد الله أنا وأنت قلنا اللي حقت الرياضة والمشي، وموجود الآن المتنزهات والممشى في كل مكان موجود، حتى لو نص ساعة أو ساعة من يومك تكون تفرغ شوية الاسترس أو الطاقة السلبية اللي معك. هذا شيء برضو حيفرق معك من ناحية القولون كاضطرابات عامة أو متلازمة القولون العصبي. فحناخدها قلت لك من كذا جهة، اللي هو جهة تنظيم الأكل، تنظيم الحياة النفسية والتوتر والقلق. يمكن على ذكر القلق والتوتر، في برضو جتني حالة كانوا يعانوا من شيء بعيد اللي هو السكر. جتني زوجة وزوجها، فكانت السيدة كانت تعاني من سكر وكان باين عليها التوتر والقلق. فلما جيت أسألها كيف أمورك وكيف بالنسبة لهذه، بتقول أوكي الأمور تمام بس باين عليها أنها خايفة وقلقانة. قست السكر عندها مرتفع كان. بالمقابل الزوج لما كان تسأله كان بيضحك وفرفوش وكذا واخذ الدنيا على البساطه يعني، غير ايوه. واقول له كيف يقول لي يا عمي على الله يعني. فكنت اقيس السكر منخفض يعني طبيعي. شوف العامل النفسي كيف لعب دور. هذه كانت منتظمه وحريصه بس نفسيتها كانت عيب، وذاك الزوج كان فرفوش واخذ الدنيا على البساطه. فهنا يكمن دور الاهل في سواء الاشخاص بالذات اللي يعانون من القولون. يعني لازم يكونوا يعني مراعين لهذا الشخص. انا لسه بذكر لك عليه اللي هو حكايه انه لازم الاهل يكونوا عارفين انه هذا المريض من ولد او بنت يعانوا من متلازمه قولون عصبي وموجوده فعلا. فانا لازم ان يكون الجو المحيط هادي متقبل للشيء ده ويساعدني فعلا. يعني بيجي يقول لك انت معلش انت ما عندك شيء، انت قاعد تضحك علينا. لا فعلا هو يعاني. فانا ما يعني لازم اعطيه اهتمام، ولازم ان انا ابين له ان انا مهتم به فعلا وابغى اساعده وابغى اوصل لحل معه. ما اتجاهله، التجاهل ده حيزيد عليه الحاله النفسيه اللي هو فيها، وحيزيد احساس الخفقان واحساس ضيق النفس اللي يوصل له المريض اللي يعاني من متلازمه القولون العصبي. نعم، لكن الان وش هي عوامل الخطوره اذا نتكلم عن الاشخاص سواء كانت اضطرابات القولون او متلازمه القولون العصبي، اذا لاحظوا على نفسهم يعني بشكل عام هذا العرض، فمعناته انت الان دخلت في زي ما نقول عوامل الخطوره. شوف احنا نتكلم على العوامل الخطوره، نتكلم على اذا كان اكثر شيء والله حكايه التبرز معها دم، هذه على طول لازم مستشفى يسوي لك منظار للقولون، لانه ممكن يكون فعلا في شيء مرضي انت تعاني منه
مضاد القولون هو اللي حيبين لك اياه. لكن هل حبس الغازات اكرمك الله واكرم المسلمين هل لها تاثير على القولون؟ اكيد. انت عارف ان القولون او الامعاء الغليظه دي يكون فيها انتاج الغازات مره كثير. جدا جدا كثير، لانه المرحله النهائيه هي مرحله الامعاء الغليظه، حيث يقوم بامتصاص يعني بقايا الماء والسوائل والاملاح، والله يكرمك اللي هو يجهز البراز للخروج يعني من المستقيم. فهنا يحصل فيها اذا كان في توتر وقلق تزيد كميه الغازات في البطن، فالمريض فعلا يعاني من ضيق في النفس، وهذا يؤدي الى حالتين، يا عزك الله اسهال او امساك. فالغازات انه في برضو ادويه لها تعاني يعني تساعد على التخلص من الغازات، وبرضو في اشياء طبيعيه لو ذكرنا بالنسبه للينسون والنعناع والزنجبيل، اشياء طبيعيه تساعد برضو بالتخلص من الغازات. لكن هو في حال يعني كتم الغازات لفترات طويله، لا غلط نهائيا، ايوه غلط، وبتاثر على القولون جدا جدا. يعني توصل مرحله ضيق في النفس، ماني قادر اتنفس، هذا برضو من اسباب اللي تدخل في قلق وتوتر. انا في شيء نعم، ايوه، ان انا في شيء يكون موجود بالنسبه لي ومخليني ماني قادر اتنفس، ما يروح باله انه في غازات، لا حيروح باله شيء ثاني. طيب كيف يتعايش الاشخاص مع هذا القولون بشكل عام، يعني كنمط حياتهم زي ما نقول يخلوه اسلوب حياه؟ طيب زي ما قلت لك، يعني لازم المحيط اللي يحيط بالمريض او مصاب بالمتلازمة القولون العصبي يكون ملم بالحاله ويساعده على تجاوز هذه المرحله. يعني في بعضهم اذا كان الامور طيبه معه ما ياخذ وقت طويل، يعني ممكن ان يتشافى من هذا المرض، ايوه يعني تقل الاعراض، خلاص يصير هو في باله ان هذه اشياء طبيعيه، اشياء عاديه، اشياء تحصل لي ولغيرك ولغيري وغيري، مو شيء مزمن حيكون معايا. اذا هو بغاها مزمنه عبد الله حتكون مزمنه معه، لكن في ان انا احاول ان اتخلص منها، بمعنى اشغل نفسي باي شيء ثاني، احاول ان انا ما افكر فيها، احاول ان انا اشوف اي شيء امارسه، اي شيء افرغ طاقاتي فيه بالنسبه للتوتر والقلق فيه. موجودة ومتاحة، وزي ما قلنا الدولة ما قصرت، موجود كل شيء يخليك انك انت تتجه اتجاهات ثانية وتشيل من بالك التفكير السلبي اللي يؤدي الى احساسك بهذه الاعراض. نعم، لكن اذا بنتكلم عن دور البكتيريا النافعة في القولون، كيف يكمن دورها؟ شوف الان احنا عندنا في نوع بكتيريا طبيعي موجود في القولون يساعد على الهضم وامتصاص بقايا الماء والاملاح والغذاء اللي موجودة. فالآن اتجهوا إلى إنتاج هذه البكتيريا النافعة اللي اسمها بروبيوتيك، يستخدمها المصاب بالقولون اضطرابات أو متلازمة القولون العصبي، تساعده بالهضم، يعني تساعده حتى تخفف اللي هو الغازات بالنسبة له، وطريقة الإخراج عزك الله الفضلات تكون مناسبة له، يعني تخفف من شعوره بكل أعراض القولون. يعني يمكن هذا آخر شيء وصلوا له وموجودة في الأسواق عندنا موجودة. بس هل يأخذونها اللي يعانون ولا اللي ما يعانون؟ والله الاثنين يأخذون. صاروا اثنين يأخذوها. يعني ما تأثر يعني. لا أبدا ما في أي تأثير، بالعكس تساعد، يعني تساعد على إنك أنت تخف من الأعراض. قلت لك اللي يعانون منها بالنسبة للقولون واضطرابات القولون موجودة وأقدر يأخذها أي شخص. نعم. يعني من سوء هضم يعني. لكن تعرف مثل يعني بحكم إنك طبيب عام، يعني تعرف في أمراض كثير مختلفة، وفي أمراض يعني يحتاج لها تشخيص سنوي أو كل 6 شهور. فهل القولون يحتاج ان يشيك عليه سنويا او في فترات معينه ولا في حاله الاعراض هو فقط؟ شوف اذا كان اعراض قويه زي ما قلنا يا عبد الله لازم ان انا اراجع الدكتور، والدكتور ممكن يقول لي يحتاج مثلا منظار كل 6 شهور او كل سنه. بمعنى اذا كان انا اعاني من نزيف او تقرحات في القولون، فهذه ما فيها اي اختلاف، لازم نراجع الدكتور واتابع مع الدكتور. لكن كتشييك عام يعني، وبالمعنى انه اذا كان الناس اللي يعانوا زي ما قلنا من حساسيه الطعام، الناس اللي يعانوا من ارتجاع مريء او حاجه زي كذا، بس هي يعني الواحد بشكل عام ما يشك. ايوه سواء كان زي ما ذكرنا الاضطرابات العرضيه أيوة اللي تمر، سواء كانت في اختبار ولا مقابله شخصيه او غيرها، نعم، فما يلتفت، حيكون لحظه، حيكون وقتي، بس الاضطراب وقتي ما حيكون، فما يلتفت لهذه الاشياء. نعم. لكن انا استاذنك واستاذن الساده المستمعين، نطلع فاصل المستمعين الكرام، ولا زال في ضيافتنا دكتور احمد ابكر محمد صالح طبيب عام، ولا زلنا ايضا نستقبل ارائكم واسئلتكم على رقم الواتساب 055 66 89 01. فاصل وراجعين. طبابة مع عبد الله العامري.
حياكم الله مستمعينا الكرام وعودة مجددا في عنوان حلقتنا لليوم اضطرابات القولون ومتلازمة القولون العصبي. ولازلنا أيضا نستقبل آراءكم وأسئلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01. ولازال في ضيافتنا دكتور أحمد أبكر محمد صالح طبيب عام. حياك الله دكتور أحمد. حياك الله عبد الله. طبعا يعني بشكل عام في هذه الحلقة يعني اتطرقنا لنواحي كثير، بداية من تعريف لهذا الاضطراب ومن هم الأشخاص اللي يعانون وكيف أنهم زي ما نقول يخلوه أسلوب حياة وإلى آخره من المحاور اللي اتطرقنا لها. لكن يعني في وصولنا إلى نهاية الحلقة وفي الجزئية الأخيرة، فوش النصائح اللي ودك توجهها للأشخاص اللي يعانون سواء كان من اضطراب القولون أو من متلازمة القولون العصبي؟ شوف يا عبد الله، أولا طبعا بالنسبة للأشخاص المصابين بالقولون اضطراب أو متلازمة، طبعا بحكم من وجودي في العيادة وكثرة المراجعين، طبعا والله في بعضهم يعانوا من أشياء صعبة بالنسبة لهم، زي نغزات في القلب، زي خفقان، زي ضيق في النفس، يوصل مرحلة فعلا أنه يعني ما هم لقين حل للحالة حقهم. فصح أنه في الأخير قلنا أنه ما في سبب معين وما في وجود لحد الآن سبب، بس نطمينهم إن شاء الله أنه في أشياء يقدروا يعملوها ويقدروا أنه إن شاء الله يتماشوا معه وحياتهم تمشي، يعني ما في أي إشكالية. لو قلنا بأنها أول شيء اللي هو زي ما قلنا في حاجات أدوية وجدت لتخفيف الأعراض من تقلصات، من غازات، من إمساك، من إسهال عزك الله. نيجي برضو لطبيعة الأكل اللي هو الابتعاد عن المأكولات الحارة أو المشروبات الغازية. بس يعني حتى لو أخذت يعني هذه أكلت هذه المأكولات يعني بحرص. لا أنت مركز عليه. أي أنا عشان لا ما في مشكلة تحب شكلك يا عبد الله. لا نتكلم على إنه يعني الاكثار فيها عبد الله. اي نعم يعني اكثار فيها، يعني مثلا انا طول حياتي عايش على مأكولات سريعه، غلط يا عبد الله. اكيد اتكلم عن لازم يكون في نمط حياه حلو او نمط اكل مناسب لي. انا ما لهم في بعض الناس يقول لك انا حياتي كلها مأكولات سريعه زي بالذات هذه انت العزابيه اللي ما عندنا الطف. لكن لا نتكلم انه في اشياء عبد الله ممكن نعملها او ننصح المريض بها المصاب باضطرابات قولون او متلازمه قولون تساعده على التعايش مع نمط حياة بالنسبة للحالة اللي هو فيها. نعم. زي ما قلنا أول شيء اللي هو الابتعاد عن المأكولات الحارة أو تخفيف، ما قلنا ابتعاد. نعم. تخفيف عشان لا تزعل. أي عشان لا يزعلون. أيوة أيوة. تخفيف مأكولات الحارة مشروبات الغازية. قلنا تصير وجبات. لسه بقول لك عبد الله إني أقدر أكل وجبة واحدة وتتعبني. خمسة وجبات ما تعبني. بس خمسة وجبات مرتبة وفي وجبات خفيفة تحتوي على أشياء تفيدني. سواء كان من الألياف. أيوة. ولسه قلت لك مرة عبد الله إنه في واحد يقول لك أنا قومت الساعة 2 الظهر. فأكل دسم على طول. غلط. طبعا انت تقوم الساعه 2 الظهر يعتبر برضه بالنسبه لك كبدايه يوم، اقوم اكل شيء بسيط يعني. يا سلام أيه. اكل شيء بسيط ساعه ساعتين واكل الدسم، مو على طول دسم، انت كده فاجات المعده. فزي ما قلنا عبد الله اللي هو التقليل من المأكولات الحاره المشروبات الغازيه. نعم. الاكثار من الاطعمه الغنيه بالالياف والاكثار من السوائل. اخر شيء عبد الله ممارسه الرياضه وممارسه النظام الصحي اللي يكون مناسب بالنسبه يعني بشكل عام يعني ان شاء الله هذه تنعكس ايجابا على الاشخاص اللي يعانون. وزي ما يعني بشكل عام لكل داء دواء. صحيح. وان شاء الله يعني الامل موجود بإذن في الله. شتى الامراض باذن الله. صحيح. فالواحد صحيح. يعني ان شاء الله يتفائل مثل ما ذكرت ان العامل النفسي الطب متقدم يا عبد الله وكل في بحوث وفي دراسات وان شاء الله ييسر العلاج النهائي. واحنا قلنا ترى علاجك حين يكون متناول يد المريض. نعم. بس هو غافل عنه. لكن في عندنا أسئلة وردت لنا على رقم البرنامج. عندنا السؤال الأول يقول نبغى نسأل الدكتور أحمد ليه زادت حالات مرضى القولون هذه الفترة الأخيرة؟ والله هو الإجابة أنه زادت حدة التوتر والقلق في الأيام الأخيرة. بمعنى أنه تسارع الوقت والواحد ما هو قادر ينظم حياته. هنقول أنه ما في ترتيب للحياة، هذا السؤال، هذه إجابة عامة. ما في ترتيب للحياة، لا نوم كويس ولا ترتيب أكل كويس، والحياة كلها ملخبطة. بمعنى الواحد لو وقف وقفة كده مع نفسه حيشوف انه في انه مقصر في اشياء كثير. لا النوم ما هو كافي. يعني حتى مثل ما ذكرت ان يعني بعد فترة كورونا يعني كان صح زادت صح حالة صح القولون. كورونا فعلا كورونا يعني هي اكبر مثال كانت لنا انه شيء جديد علينا، الناس كانوا خايفين ومتوترين، بس الحمد لله بفضل الله ثم بفضل الحكومة وجدنا حل سريع لها والحياة مشيت ورجعنا زي ما كنا. بس في ناس صراحة تأثروا كثير وقت كورونا. فانعكس على القولون. نعم. لكن عندنا سؤال ثاني يقول سؤال من عصام أبو فهد ويوسف. السؤال الأول يقول هل في علاقة بين القولون ومشتقات الحليب أو بعض الأغذية تعمل تهيج فيه ولا هذه بس نفسية؟ شوف الأكيد الزبادي أوكي، لكن بالنسبة للألبان والحليب والأشياء زي كده ما في دراسة أكيدة، فبعضهم يتأثر وبعضهم لا. نعم. يعني بالنسبة لمريض القولون أنا ما يجي أقول له كل حاجة اللي تتعبك
جنبها، واللي ما تعبك استمر فيها عادي ما في مشكلة. ممتاز. وسؤال ثاني من نفس الشخص يقول: جتني إصابة تمزق في العضلة الضامة الأمامية وهاج علي القولون، فوش الرابط بينهم؟ العضلة طبعا في الفخذ، في الفخذ، والقولون في البطن. لا ما في، هو عامل نفسي ممكن يكون. ما نفسي أو ممكن صدفت يعني. أيوة 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 نفسيا بس. وهل في علاج لتهيج القولون ولا في مهدئات؟ هو ما قلنا إحنا علاجنا ما في، كله عبارة عن مهدئات فقط. جميل. طيب سؤال آخر يقول: ارتجاع المريء وزيادة الحموضة له تدخل جراحي أو أدوية فقط؟ إلى الآن إحنا ما يعني الجراحة نخليها آخر شيء، بس في عبارة عن أدوية تستخدم وطبيعة أكل زي ما قلنا. نعم. وخصوصا برضو قلت لك عبد الله الواحد ما يأكل وينام بعد أكل مباشرة، لازم أقل شيء يعطي فرصة لأكل إنه هضم عنده. هذا طبعا بمختلف الوجبات. مختلف الوجبات صحيح. دسمة ولا دسمة وغير دسمة. نعم. السؤال الثاني يقول: نبغى نسأل الدكتور أحمد ليه القولون يصح الشخص من النوم؟ هذا شكله صح كثير. أيوة أيوة. أنا سأقول لك عبد الله إنه أحيانا سوء الهضم إنك تنام بعد الأكل مباشرة فعلا تقوم أنت مكتوم، حاس بضيق في النفس. طبعا هذا راجع اللي هو إنك الأكل اللي أكلته إيش هو يا عبد الله؟ هل كان في كمية ألياف مناسبة؟ هل كان في سوائل مناسبة؟ وهل أنت أعطيت فرصة لك ينهضم ولا نمت على طول مباشرة؟ فهنا هذا السبب إنك أنت العوامل هذه ما سويتها أكيد حتقوم مكتوم أو في ضيق في النفس معه. نعم. هذا على نفس السؤال يقول: هل القولون يسبب ضيق في التنفس وألم أسفل القفص الصدري مباشرة؟ صحيح صحيح. القولون والارتجاع المريء واضطرابات المعدة هذه كلها تسبب نفس الشيء. نعم. طيب سؤال آخر أو السؤال الأخير يقول: أنا عندي سوء هضم، أحس الألياف ما تنهضم ومسبب لي تعب زي الدوخة والخمول وزغللة في العين وحساسية زي العطسة وحكة في الحلق. لا شوف أنت، هو هنا بالنسبة لنا قلت لك اللي هو هذا عنده متلازمة القولون العصبي. هذا لأنه من كثرة اضطرابات المعدة عنده تكون الغازات والانتفاخات سبب له ضيق في النفس وخفقان ولعب في العمل النفسي معه أكثر حاجة. هنا صار يحس بدوخة، صار يحس بزغللة. حتى هو الآن أضاف يقول وزي الهلع. أيوه. ضيق في التنفس وهلع. أيوه أيوه. هذه هي قلت له هنا نتكلم على هذه هي التعريف الرسمي لمتلازمة القولون العصبي، اللي هو إنه اضطرابات البطن عندك من انتفاخات وغازات وسوء هضم أثر على إنك أنت حسيت إنه في خفقان، في كتمة، في ارتجاع، في ألم في الصدر. يعني حتى أحيانا بعض الدكاترة يشبهوا ألم الارتجاع المعدة والقولون بإنه يكون في أشياء في القلب لا سمح الله. بس ما في يعني شيء أثبت أكيد، بس أتكلم على إنه وصل لمرحلة اللي هو حس خفقان وكتمة. هذا الشيء انعكس عليه صار يحس بزغللة ودوخة وغثيان والأعراض اللي كان يعاني منها. بس نرجع نقول هذه متلازمة القولون العصبي. نعم. لكن عندنا سؤال آخر يقول: عمري 38 ويكون عندي انتفاخ طوال اليوم ولما أنام يروح، فوش السبب؟ لا هذا لما ينام يروح أكيد إنه في شيء يأخذه، يعني إنه مثلا أقل شيء إنه مثلا يشرب ينسون، يشرب الأشياء اللي قلنا عليها تخفف الغازات، أو إنه يعمل رياضة يمشي يفرغ شوية طاقته، فهنا حتروح، ممكن حتروح معه. أو إنه كان متوتر وهد أعصابه. هذه زي ما ذكرت. أيوه. العامل النفسي يبقى له أثر كبير. نعم. كبير. نعم. كبير أكيد. سؤال آخر يقول: أنا أدخن بشكل شره، فهل ممكن يتأثر القولون؟ أكيد أكيد. التدخين قلنا من الأسباب الرئيسية لاضطرابات القولون، لأنه أنت لما تدخن جزء حيخش فيه عندك في الأمعاء أو في المعدة. أي مو بس في الرئة. أكيد أكيد. وهذه كلها حتنعكس على سوء هضم عندك. فهذا أكيد من التدخين من الأسباب الرئيسية، واعتمد من الأسباب الرئيسية لاضطرابات المعدة متلازمة القولون العصبي. لكن يعني بحكم الأسئلة اللي شفتها وبشكل عام الزيارات اللي تجيكم، ودي بنصيحة أخيرة. والله عبد الله شوف، أنا أتكلم على زي ما قلت لك، إحنا لازم الأهل أو المقربين للمريض يفهموا طبيعة المرض اللي عند المريض بالنعنى، إنه مرض نفسي أكثر منه مرض. يعني قلنا الهضمي معروف إنه وين عندي. نعم. من أكل أنظم أكل وانتهى الموضوع، لكن توصل مرحلة نفسية لازم الأهل أو المحيطين بالمريض يفهموا طبيعة المرض اللي يعاني منه، ويحاولوا إنه يحفزوه. يحاولوا إنه ما يضغطوا عليه، يحاول يهون عليه الموضوع إنه فترة وتعدي، بس يعني قوي نفسك، شجع نفسك. الاستيميليشن يعني اول شخص يصاب يعني. اكيد عبد الله، يعني التحفيز والاستيميليشن عامل رئيسي بالنسبه للمريض. فانا كل ما كان الوضع والجو اللي حواليني حلو وبشوش ومتعاون حخرج بسرعه باذن الله. لكن نسال الله لنا وللجميع السلام والعافيه. بإذن واخيرا الله. بإذن الله. بإذن الله. اشكرك جزيل الشكر دكتور احمد على هذه المعلومات القيمه حقيقه. بالعكس، انا سعيد بوجودي معكم واشكر اذاعه الف الف اف ام، واتمنى ان اكون ضيف خفيف عليكم وابديت معلومات تكون مفيده للمستمعين.
وأحب أشكركم وأشكر القائمين على الدعم. أخيرا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وكان في ضيافتنا الدكتور أحمد أبكر محمد صالح طبيب عام، وكنت معكم أنا عبد الله العامري طوال هذه الساعة في حلقة برنامج طبابة. والآن نترككم مع برنامج من حقك مع الزميل عادل باربع. نشوفكم في حلقات قادمة وإلى اللقاء.